هذه هي بواقة المراكشيين التي تبوق وتفرفر. ما ذلك جو مراكش الحار، إنها البواقة، وما أدراك ما البواقة. انظر كيف تزيت زيتها وتنفخ ريشها وتفرق قنبلاتها في العقل. إنه كوكاو الضروري في البواقة، أو حسب الشخص الذي يأكل البواقة. البعض يحب كاوكاو، والبعض يحب كاوبيل، والبعض يحب تخليط العطار. ثم نضع هذا كوكاو في زلافة نقية ودوم ملعقة سقية، وننتظر التكة حتى تطيب. البواقة الجميلة لها تأثير خاص على المراكشيين، إنها تبوق العقل وتخلخل المخ. انظروا معي، نأخذ زلافة، ثم نأخذ كوكاو الجميل ونضعه في الزلافة، وننتظر ونشوف البواقة. البواقة وما يسموها البعض بالصماكة، وما يسموها البعض بميجينا. نحن في مراكش لا نأكل الماري أو البودرة، نحن نأكل الزويتة والزبيدة. انظروا معي، وتستخرج من مادة اسمها الكيف، وما أدراك ما الكيف. إنه يضربه شقيفات، وتحس بودنيك يضرب زن زن زن. ها هو العتاد متاع الشقوفة، إنه سبسي طويل يسمى بعكاز الطريق. وعكاز الطريق لا بد له من الكيف. الكيف الممزوج بطابة، إنها طابة يا طابة. وما أدراك ما طابة، التي تدرح الكيف تدريحا. وهي معي، نمزج الزويتة بكوكاوي وننتظر الدكة، إنها الدكة الجميلة. آهن على الدكة الجميلة. هي كوكاوي كوكاوي ثم كوكاوي، يكوي. نحن نعالج البواقة أينما كنا، سواء كنا في الغابة أو كنا في الزردة أو في المنزل. إيه يا صديقي، انظروا للتعليكة، إنها تعليكة معلكة. نضع الزيت ثم نمزج بكوكاو كوكاو. انظر ما هي تأثير البواقة بعد أكلها. ستقول كلمة واحدة: يا ربي يا ربي. غنسحق.